فقرة مستشارك، واحدة من الفقرات اللي دوما متواجدة معانا في كل صباح من موجة أم درمان. مستشارك الليلة حنتكلم عن، حنسأل المشاهد سؤال كبير، ولو أنت بتعاني من السؤال ده خليك معانا ومركز عشان تعرف السبب شنو، والمشاكل شنو، والحلول كيف. هنقول هل تعاني من السمنة الزائدة؟ أنت شوية كده صحتك متضايق منها. في طرق اللي راح أتكلم فيها في مستشارك هتقدر تنزل، هتقدر تضبط صحتك بشكل مميز، وطرق بتاع التغذية يعني مع غير ما طرق تغذية ولا أعشاب ذاته، يعني بتكون بمواظبتك للأكل بالشيء اللي أنت تختاره. أسعد أن يكون معي الدكتور عمر مبارك آدم، الشاب المميز اختصاصي تغذية علاجية. مرحبا بك يا عمر. أقول للأمالي وللهرديس والكنتاكي ومطاعم البرغل مع البكماكي، هذه المطاعم صبغة غربية تغزو العقول بفكرها وتحاكي، والسكري وكل أمراض الكلى متضخم الأطراف والأوراكي. وإذا أضفت الكاكاكولا بعدها حكمت على الأمعاء بالإنهاكي، تلك السموم إذا اجتمعنا على امرئ ترك الحياة فما له من باكي. وارجع إلى صحن العصيدة تائبا، وارجع إلى صحن العصيدة تائبا. جميل، نرجع على هذه. اقول صباح الخير عليكم، وصباح الخير على الاخوه المشاهدين، وان شاء الله نكون خفيفين نزل عليكم ان شاء الله. ان شاء الله نرجع للعصيده هنا عشان نقدر نلغي نفسنا من حاجات كثيره. طيب بدايه كده مدخل تعريفي، عرفنا على السمنه. طيب تمام، لما نيجي نقول السمنه او الاوبيزيتي او السمنه، هي شنو؟ هي عباره عن زياده في وزن الجسم لاكثر من 20% من الوزن الطبيعي. دي عباره عن شنو؟ سمنه. تمام، يعني زيادة في كتلة الجسم لأكثر من 20% من الوزن الطبيعي على حسب شنو؟ العمر والوزن والطول. جميل، دي عبارة عن السمنة. يعني إذا زاد الوزن زيادة من 20% بمعنى شنو؟ بمعنى سمنة. عندنا الأوزان، طبعا الأوزان الطبيعية الوزن تختلف مع الطول، طبعا تختلف على حسب الوزن على حسب والطول والعمر. طبعا دي السمنة. طيب عندنا من الحاجات المهمة انه الوزن الطبيعي بالنسبة للشخص، احنا بنقول لحد 18.5، دي بنقيسها ببعض المقاييس اللي هي تسمى بمؤشر كتلة الجسم، اللي هي البودي ماس اندكس، مؤشر كتلة الجسم. 18.5 دي في شنو؟ 18.5 دي الوزن الطبيعي، يعني بالنسبة للشخص. عندنا 18 شنو؟ 18 يعني شنو؟ من وزن الجسم. من وزن الجسم، ايوه 18 من وزن الجسم. عندنا مقياس معين، المقياس اللي هو مؤشر كتلة الجسم، مؤشر كتلة الجسم اللي هو البودي ماس اندكس، وهو طبعا قانونه بقول الوزن على مربع شنو؟ على مربع الطول. ده اللي بديني البودي ماس اندكس او مؤشر كتلة الجسم. جميل. طيب اسباب السمنة شنو؟ الاسباب اللي بتخلي الانسان يمشي برا المؤشرات اللي انتم بتدعوها دي 18.5 او بحسب طول الانسان، الاسباب اللي بتخلي طيب الانسان يمشي اكثر من كده شنو؟ للسمنة اسباب كثيرة جدا، ومن اهم الاسباب هي نقص النشاط الحركي. طيب نقص النشاط الحركي، وعندي الحاجة الثانية المهمة تناول الأغذية السريعة أو الوجبات السريعة. ومن الحاجات الثانية المهمة اللي هي تؤدي إلى أسباب السمنة، اللي هي شنو؟ النقص في إفراز الغدة الدرقية، وهي حاجة مهمة جدا بالنسبة للشخص المصاب بسمنة. دائما بقول لك أعمل فحص للغدة الدرقية، بمعنى أنه إذا زاد إفراز أو نشاط الغدة الدرقية، اللي هي الغدة الدرقية لديها هرمون يسمى الثيروكسين، هذا الهرمون إذا زاد إفراز هرمون الثيروكسين، بالتالي يؤدي إلى زيادة نشاط الشخص، بالتالي يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى نحافة. أما إذا الشخص إذا كانت الغدة اللي هي حصل لها انخفاض أو نقص في إفراز هذا الهرمون، يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى خمول، وهذا الخمول يؤدي إلى الأوبيزيتي أو السمنة. والنشاط الحركي، هنا أنا أقدر أتكلم عن النشاط الحركي، إنه حاجة مهمة جدا، يجب ممارسة الرياضة. دائما الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه بالسمنه او الاوبيزيتي هم الاشخاص دائما الذين شنو؟ لا يمارسون الرياضه بفتره منتظمه. يعني على سبيل المثال عندنا بعض الموظفين، سبيل المثال دائما الموظفين هم اكثر عرضه للسمنه، من المكتب للبيت، من البيت للعربيه، من العربيه للمكتب. لذلك يجب شنو؟ يجب ممارسه الرياضه في النشاط الحركي. دي من ضمن الأسباب المهمة جدا للسمنة، نقص في نشاط الغدة الدرقية ونقص الحركة، وكذلك تناول الحاجة مهمة جدا، تناول الوجبات السريعة اللي هي دائما الوجبات السريعة. على سبيل المثال عندنا دائما احنا أكثر شيء مع يعني أزور أقول لك أنا ما عندي زمن وكذا، تمام، دائما الشاورما فيها نسبة عالية جدا من الدهون، ودي حاجة خطيرة جدا بالمناسبة. وكذلك الهوت دوغ وغيره، دي من المواد الغذائية الدسمة، بالتالي هي قد تكون سبب من اسباب شنو؟ من اسباب السمنه. وعندنا كذلك العامل الوراثي، العامل الوراثي برضه له دور مهم جدا، يعني
انه شخص ممكن يكون مصاب بسمنه، انه عنده الباس هيستوري، او عنده مثلا على سبيل المثال اللي هو من الاسره جينات، بالتالي ممكن يؤدي الى شنو؟ ممكن يصاب بسمنه. طيب انا بدي اعرف حاجه، الحين عندنا عادات ذاتنا في يعني في الاكل ذاته عندنا عادات وتقاليد. انت جبال بدايه مدخلك كده قلت يا اخي معلومة على الكنتاكي والحاجات، وارجع للعصيدة وارجع للأشياء دي. احنا عندنا عادات وتقاليد في أكلنا، عندنا أشياء كثيرة. هل العادات الغذائية السيئة واستهلاك الطعام الغير صحي والحاجات دي، الصينية الكبيرة بتجيب الناس بتلقى اللمة قاعدة اللي هي نحن فقدناها لكن في بعض الأماكن موجودة. نعم بالضبط كده. طبعا احنا كمجتمع سوداني طبعا عندنا عادات وتقاليد، اسراف في الاكل، اسراف في الاكل على سبيل المثال يعني زي الزفاف، المناسبات الدينيه وغيره. تمام، احنا طبعا السودان المجتمع السوداني مجتمع كريم جدا. بالتالي اذا مثلا الطهي، اذا المراه في المنزل طهى الطعام، طهى الطعام كميه كبيره جدا. يعني بمعنى انه تقول يعني انه ممكن يجي ضيف حاجه بالشكل ده، ده نتيجه ده دلاله على الكرم السوداني. بالتالي العادات والتقاليد برضه لها اثر كبير جدا في زياده الوزن. بالتالي اذا كان هناك كميه كبيره جدا من الطعام، بالتالي اسراف في تناول الطعام يؤدي الى مشاكل صحيه جدا. لذلك احنا دائما بننصح عدم شنو تناول كميه كبيره جدا من الطعام، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلث لشرابك، ثلث لطعامك، ثلث لنفسك. جميل. طيب الاعراض الممكن او احنا عشان نشخص السمنة، تشخيص السمنة يعني برضو الأمراض اللي ممكن تجيني من خلال السمنة. دي احنا بنسميها دائما مضاعفات. مضاعفات السمنة، السمنة لها عدة مضاعفات. ومن ضمن المضاعفات اللي هي الإصابة بداء السكري. دي الحاجة الأولى، النقطة الأولى. كذلك الإصابة بأمراض القلب وتصلبات الشرايين، دي برضو من المضاعفات التي تؤدي إلى شنو؟ تؤدي إلى المضاعفات التي تؤدي إليها السمنة. الحاجة الثالثة اللي هي زيادة أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، اللي هو الـ LDL، اللي هو اللي يسمى اللو دينسيتي لايبوبروتين، اللي هو الكوليسترول المنخفض الكثافة الذي يترسب على الأوعية الدموية، بالتالي يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى مشاكل ثانية أخرى. تمام؟ المضاعفات الثانية اللي هي مهم، ممكن يؤدي إلى حصاوي في المرارة. تمام؟ لذلك احنا السكري دائما الشخص المصاب بالسمنه دائما يكون اكثر عرضه للسكري. جميل. تمام، على سبيل المثال يعني كيف الكلام ده؟ ان احنا دائما الشخص المصاب بسمنه، احنا طبعا عندنا الانسولين هو عباره عن هرمون ينظم مستوى السكر في الدم. بالتالي اذا هذا الهرمون تم افرازه لكي ينظم السكر في الدم، عندما يذهب الاليه يعني عندما يذهب الانسولين يجد المستقبلات او الريسبتر مغلقه. لذلك الانسولين لا يدخل الى داخل الخلايا لكي يعطي شنو؟ لكي يعطي طاقه. بالتالي بالسكري. ايوه بالضبط كده. بالتالي يؤدي للسكري من النوع الثاني. الانسولين حقن، يدوك انسولين حبوب عشان تقدر تعمل. ايوه الانسولين الحقن دائما هي يعني دائما بكون التايب 2 السكري النوع الاول، دائما السكري النوع الثاني يعني ممكن يحصل لمرحله. ايوه ممكن ياخذ اللي هي الداونيل، اللي هي الحبوب اللي هي المنخفضه للسكر او منظمه للسكر، ده النوع الثاني دائما. اما النوع الاول دائما من الدايبيتيك او السكري اللي هو دائما من. طيب انا داير حاجه معينه في السكري دي ونحن طيب. لو قلنا السكري حنقول يا اخي 75% من الشعب السوداني. عدد كبير جدا جدا من الشعب السوداني مصاب بالسكري. طيب نعم. في ناس عارفه وفي ناس مكتشفه وفي ناس ما مكتشفه، لكن الواحد بيقول لي يا اخي جاك سكري، فجاه تلقى شال هم، جسمه نزل وتأثر بأشياء كثيرة، بعد ذاك حيبدا في انه جرحته وما جرحته، وهو ذات السكر اللي بيعمل سكر الجرح براه وسكر الثاني براه على ما افتكر. بالضبط كده، هي نوعين طبعا من السكر. يعني لما نقول ان احنا الدي ام او الدايبيتيك سكر، والدايبيتيك سيبتيك فود اللي هو دائما يكون شنو؟ سكر يعني مصاب مثلا لما يصل مرحلة بتاعت قطع او بتر العضو. لكن هذا اقول حاجة مهمة جدا، انه هنا نحن يعني كمجتمع سوداني يعني الثقافة الغذائية ما غير موجودة. يعني هسي الإصابة بالسكري بجد يعني حاجة شائعة جدا. يعني كاد أن يكون السكري يعني هو مصاحب زي الهيديك والصداع وغيره. ليه؟ لماذا؟ الآن نحن يعني كشباب يعني هسي بنجي نقول نحن ممكن نتناول السكر العادي، واحد نص كوباية بتاع سكر، وده خطير جدا بالمناسبة. دائما السكري دائما يكون أثره تراكمي. تناول كمية كبيرة جدا من السكر يؤدي إلى شنو؟ لقدام يعني الكلام. يعني أثره تراكمي. يعني بمعنى كيف يعني تراكمي؟ واحد يقول لك انا نصيح ما عندي مشكله، ما عندي سكري، لكن ممكن احرقه افحصت تراكم. أيوة ممكن يقول لك انا احرق السكر. لكن بالتالي انه اعرف حاجه واحده، انه الانسولين عنده كميه معينه بتفرز. افراز الانسولين كميه معينه، اذا زاد كميه السكر زياده عن طاقه الانسولين اللي هو اللي يفرز، بالتالي ان الجسم هنا يضطر شنو؟ يضطر يفرز كميه كبيره جدا من الانسولين زياده
من الأصل هو لأنه في تراكم أيوة كثير. أيوة بالتالي لأنه جسم الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعني نظم جسم الإنسان ده، يعني أي حاجة عندها كمية معينة بتفرز. إذا زاد إفراز الأنسولين بكمية كبيرة جدا بالتالي لقدام هيؤثر وين؟ يؤثر على شنو؟ يؤثر على إفراز الأنسولين. إفراز الأنسولين لأنه أصلا يعني كأنه أديت الحاجة زيادة من طاقتها. جميل. أيوة. طيب نحن إذا تكلمنا عن الأمراض وعلاقة الأمراض بالسمنة. السمنة وحدها يعني خلاص أنا سمين لا عندي سكر لا عندي ضغط، لكن داري تعالج أنا زهقت من قصة السمنة دي، يعني أنا عامل لي واجهة اجتماعية مثلا، أنا تخين شديد ما قادر أمشي ما قادر أتحرك ما قادر أنوم ما قادر، عملت لي يعني شلت تفكيري، داري أتخلص منها. طيب التخلص من السمنة يعني يجب أن تتبع الآتي، يعني إحنا دائما لما نيجي نقول أصلا نعمل يعني حاجة، ودائما العلاجات العلاج السمنة يكمن في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى والمهمة هي النظام الغذائي. يعني المرحلة الثانية اللي هي المرحلة خلاص يعني ما قبل المتأخرة اللي هي مرحلة شنو؟ مرحلة العمليات الجراحية. يعني قبل المرحلة العمليات الجراحية دائما يستخدموا الأدوية وكده. لكن أهم حاجة استخدام النظام الغذائي الصحي جيد. يعني أنت ما محتاج تكون ما محتاج لعملية ما محتاج لغيره. أما إذا بقى السمنة بقت اللي هي السمنة اللي هي الوراثية بالتالي ده موضوع براو. لكن إذا أنت أصلاً عايز تتخلص من زيادة الوزن يجب عليك أن تتبع الآتي. أول حاجة الحاجة الأولى والمهمة جداً الابتعاد عن تناول الأطعمة المغلية. الأطعمة المغلية دائماً تحتوي على نسبة عالية جداً من شنو؟ نسبة عالية جداً من الدهون. تمام. الحاجة المهمة جدا الدار الأولى عبارة عن يجب أن يحتوي المواد الغذائية التي يتناولها الشخص مثلا السمين أو المصاب بأوبيزيتي أو السمنة تكون غنية بالألياف. غنية بالألياف ليه؟ لأنه الألياف عندنا وظائفها كبيرة جدا. عندنا الألياف طبعا من ضمن وظائفها هي تعطي الإحساس بالشبع، يعني بالتالي ما بتخليك تتناول كمية كبيرة من الطعام. الحاجة الثانية هي كذلك الألياف هي تساعد في حركة المعدة والإمعاء، تساعد في العمليات الإخراجية خلاص، وكذلك تساعد في شنو؟ في التخلص من عمليات الكونستيبيشن أو عمليات الإمساك وغيره. لذلك يجب أن تحتوي المادة الغذائية المتناولة للشخص المصاب بالسمنة يحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف. دي الحاجة المهمة أن تبتعد من شنو؟ من المواد الغذائية اللي هي شنو؟ المغلية. كذلك المجتمع، نحن دائما يعني دائما نقول إنه يعني التعديل في شنو؟ تعديل في برنامج الطهي أو طريقة الطهي المتوارثة من زمان. جميل. طيب والله يا أخي موضوع السمنة ده موضوع مهم وموضوع حساس، أنا شاكر لك كثير، لكن قبل ما أشكرك وقبل ما نمشي ننتهي من بحر غرضنا دي، نحن بنتكلم عن الليلة في موضوع حلقتنا كعموم هو قيمة الانتماء للوطن ودور الشباب في تنمية وعمران ونهضة الوطن السودان، وأنت واحد من الشباب المهتمين بالتغذية وأيضا طبيب الدكتور، يعني يا ريت برضو ناخذ وجهة نظرك انت في موضوع حلقتنا. والله لا لاي شخص يعني له انتماء الوطني، لذلك الوطن يعني الوطن حاجه يعني زي الام. لذلك احنا يعني يجب ان نعمل مع بعض يعني كشباب من اجل شنو؟ من اجل نهضه الوطن، من اجل يعني خروج الوطن يعني من المشاكل وغيره. لذلك احنا عندنا الوطن، يعني الوطن دائما نقول الوطن هو الام. لذلك يجب علينا كلنا يعني كشباب يعني نكون وقفة واحدة. تمام. وقفة واحدة لكي شنو؟ ننهض ببلدنا السودان. يعني احنا بلدنا السودان ما محتاجين انه الشخص انه يسافر بلد السودان او غيره بالثروة عندنا دي. لذلك انا بقول دائما انه يعني التحية والله للثوار، لانه التغيير اللي حصل اللي هو يعني حاجة مهمة جدا انه لبناء السودان. سودان جديد. سودان جديد. إن شاء الله. سودان الحرية والسلام والعدالة. سودان شكرا. والسلام والعدالة. شكرا جزيلا مبارك آدم محمد اختصاصي التغذية. شكرا جزيلا دكتور عمر. أنا شاكر لك كثير ومشاهد الكريم بتأكيد أن إحنا مستمرين، لكن الجسم السليم في العقل السليم هو يعني دي مقولة كل الناس عارفاها، تتريض بتبقى كويس، تتريض الأمراض ممكن شنو؟ ما بتصيبك لا سكر لا ضغط للأشياء اللي ممكن تكون هي معرض لها الإنسان، وزي ما يقولوا عليها هي الأمراض الصديقة.